نتوما كيف ما كتشوفوا لي زور دو بيك كازا تونيل زعما اللي كيحل المشاكل ديال عرقله السير كيسدوا مع هاد الوقيته اللي بنادم خصو يمشي يخرج خصو يمشي يتقدى شحال من حاجه اللي يمشي يتقدم مع وليداتو. دابا غندوزو من الفوق المينيموم غنديروا واحد 45 مينوت حتى لساعه غير باش نبقاو نتسناو الوغ كيقدروا يحلوا. ما فهمتش اش كيديروا هاد الناس، ما علاش دايرينو اصلا حنايا ملي كيتسد مع هاد لي زوغير. ما فهمتش اخويا هاد شوف انتوما دوروا غير الكاميرا وشوفوا لومبوتاج اللي وصلنا ليه. علاش يسدوا مع هاد الوقت وحنا باغيين نمشيو عند وليداتنا؟ خاصو يسدوا النهار كامل ويحلوا مع الخمسه. ما عرفتش ما فهمتش اخويا هاد الناس هادو. خويا من الاحسن يسدوا، انا ننصح يسدوا لحقاش حنا توقعوا لنا بزاف المسائل في الدوبلاج بالليل ابري 5 اور مباشره لما شافش الامن راه صافي. اصلا الامن ما كاينش، انا نقول لك بصراحه امن بعد مرات غادي تخرج لك تيقني ما تيخدمش قلي فين تيخدم فاش يكون الملك. من احسن يسدوا. وقعنا بزاف اولي ديال الاكتظاظ بزاف على حسب الناس جايين من اكثريه من طريق البحر وداكشي الناس الاكتظاظ بزاف، ولكن في هذه الوقيته هذه ما خصهمش يسدوها. على الاقل النظام راه كاين ديما شرطه المرور ديما من الداخل ومن برا من الاول ومن الثاني، ولكن ما خصهمش يسدوها في هذه الوقيته. ماشي عندنا الليل ولا شي حاجه، الاكتظاظ كلشي تيصدق دابا بشارع الجيش الملكي تتبلوكا الدنيا هنا غدير تقريبا عاد واحد ثلث ساعة تقريبا على حسب الناس اللي جايين من المدينة القديمة واللي جايين من عنديام واللي جايين من لاكوت وسميتو هادي. عاد راه الناس الوقيتة ديال التقدية دابا الناس غادي يدخلوا لرمضان. خطأ كبير بزاف شي عشوية. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.